أنا محمد مرتضى، الطالب المثالي لكلية التجارة وجامعة القاهرة والتاني جامعة الجمهورية لسنة العام 2015. قائمتنا الانتخابية اللي نازلين بيها الانتخابات إن شاء الله اسمها مصر 2020. مصر 2020 مش مجرد اسم وهمي للقائمة، لا ده اسم أكبر مشروع في كلية التجارة وجامعة القاهرة وأعتقد على مستوى الجامعات المصرية. المشروع ده مشروع شبابي from A to Z، يعني المشروع كله شباب بالقائمين عليه. المشروع بيستهدف الكوادر الشبابية اللي موجودة في الكلية، معانا بطل الجمهورية في الملاكمة في الكونغ فو في الأيكيدو، معانا طلاب المثاليين لكلية التجارة على مستوى الأربع السنين الماضيين، معانا طلاب متميزين في وزارة شباب الرياضة وفي وزارة التعليم العالي، معانا طلاب متطوعين في جمعيات خيرية، معانا طلاب بيمارسوا أنشطة بقاليهم حوالي أكتر من 8 أو 9 سنين. احنا لما جينا نختار الشباب اللي هيمثلوا القايمة اخترنا الاكفاء، اخترنا الكوادر، اخترنا الشباب اللي عايز يتعلم بجد، اللي عايز يخدم زمايله بجد، اللي عنده فكر جديد، مش الفكر اللي الطلبة متعودة عليه او الكلام الروتيني اللي الطلبة خدت عليه وملت انها تسمعه. مصر 2020 مشروع قومي شبابي معتمد من اكتر جهة من الدولة، اول وزارة دعمت الفكرة كانت التعليم العالي ومن ثم وزارة الشباب. عملنا معسكرات تثقيفية في الصيف في محافظات. النقاط الرئيسية احنا عندنا خمس حملات بنشتغل عليها. اول حملة اسمها اتعلم صح. الحملة دي بتستهدف ان الطالب يتحدد له المسار اللي يمشي فيه، يكون اخر الترم قادر على انه يجتاز فترة الامتحانات بأعلى كفاءة ويستغل طاقته وتركيزه في ان هو يحصل على اعلى التقديرات. بنوفر باذن الله تعالى بنوفر له المحاضرات الهامة، السكاشن، ازاي تشتغل على المادة دي بشكل يخليك قريب من الامتياز. مش هقول يعني ان انت هتكون من الاوائل، لكن هقول ان انت تكون قريب من ان انت تجيب تقدير. تاني حملة عندنا اسمها كورساتك عندنا، بالتعاون مع الوزارات المعنية في الدولة والاكاديميات الدولية الموجودة في مصر وكمان الجامعات الخاصة، هنعمل بروتوكول تعاون ما بينهم وهنوفر للطلبة دورات تدريبية في الـ HR، في اللغات، في الماركتنج، في السيلز، في الاكاونتنج، في ادارة الاعمال، في ريادة الاعمال، في اتخاذ القرارات، في السوفت سكيلز، المواهب والمهارات اللي الطالب المفروض يحتاجها عشان يتأهل لسوق العمل هنوفرها له، هتكون مدعمة بإذن الله. مش هنخلي الطالب يحتاج ان هو يطلع بره جامعة القاهرة علشان يتلقى اي علوم او عشان يطور نفسه. تالت حملة عندنا اسمها بنت تجارة، والحملة دي معمولة للبنات بس، بيبقى ندوة اسبوعية بيجي فيها خبراء في الصحة، في التجميل، في الاعلام، في التنمية البشرية، بيتكلموا على دور البنت في المجتمع. الحملة الرابعة عندنا اسمها يور سبورت، ودي حملة هتبقى برعاية وزارة شباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري وبعض الاندية الكبار في الدولة. كل طالب او كل شاب في الجامعة او في الكلية نفسه انه يمارس رياضة او عنده موهبة وعايز انه هو يمارسها، مش عارف يشترك في نادي، مش عارف يروح لمين، عايز حد يدربه، عايز ينمي مواهبه، عايز يخش يجيب بطولات، عايز يشترك في منتخب الجامعة، كل ده بيبدأ يتسهل على الطالب. اخر حملة معانا الحملة الخامسة هي حملة جامعة جود تالنت، والحملة دي بقى هي اللي بتكتشف مواهب الجامعة في الغناء، في التمثيل، في الشعر، في القصة، في الادب. اي حد عنده موهبة مش هتضيع، مش هتتحرق، هتتنمى على أكمل وجه.